اهلا بحضراتكم مره اخرى. هذه الفقره المحببه دائما الى قلبي مع احمد نجيب واحمد الجوهري. احمد مشرف ومنور. حبيبي يا كريم، اخبارك حبيبي. ايه؟ الحمد لله كله كويس زي الفل. جوهري مشرف ومنور كالعاده. كريم ازاي اخبارك ايه؟ الحمد لله كله كويس الحمد لله. ابدا بيك انت بقى، من الزمالك النهارده عملنا فيه نبدا بالكسبان. الزمالك خسر النهارده. ايه اللي حصل؟ الزمالك النهارده بصراحه، وعجبني فريرا بعد الماتش انه قال ان احنا ما قدمناش مباراه كبيره، وان بيعمل مباراه كبيره النهارده ما تقدرش تمسك مبرر للزمالك. يعني ما تقولش مثلا الزمالك خسر النهارده كان حظه وحش، الزمالك مثلا النهارده كان فيه اخطاء تحكيميه ضرته. ما فيش مبرر لاي حاجه حصلت النهارده من الزمالك عشان يخسر المباراه ديت. وان بي بصراحه عمل مباراه عظيمه. ازود كمان على كلامك، اول الدوري بتلعب باريحيه، مفيش ضغط مباريات بالظبط. انت مصيرك مصيرك في ايدك. صح. انت المفروض تستغل اللي هي انا بتكلم على صوت الزمالك، ان انت غير تعثر الاهلي كمان. انت السنه اللي فاتت انت لما قدرت ان انت الاهلي يتضغط قدرت ان انت تحقق. هيحصل نفس السيناريو، وهو الاهلي اساسا قبل ما يتضغط وقع نقط، مع ان بدايته كانت احسن من كده بكتير. صح. مفيش مبرر، ده على الورق، احنا بنتكلم على الورق، مفيش مبرر لفرقه الزمالك ان هي تبقى بالمنظر اللي احنا شفناه النهارده. لكن بقى اخش في التفاصيل. اول تفصيله عشان نتكلم بقى فيها وسط الحلقه، اول تفصيله ان النهارده كابتن حلمي طولان عمل جيم كبير، لازم ياخد الكريدت بتاعه. صح. طيب تاني تفصيله، مباراه النهارده هي هتتكرر تاني يا كريم قدام، لان خلينا نتفق على حاجه، الزمالك بيجني ثمار ان هو ما عندوش عمق في تشكيلته. الزمالك بيجني ثمار ان هو ما دخلش فترتين قيد متتاليين. صح. الزمالك بيجني ثمار ان في مفهوم، انا مش بلوم جمهور الزمالك، يعني انا بشوف ان هو الحلقه الاضعف اللي موجوده طبعا ومفيش اي لوم، بس جمهور الزمالك كان عنده قناعات من سنتين، ان دايما انا بقعد اقولها وكنت بستغربها، ان فرقه الزمالك هي الاقوى في افريقيا. انت كان ممكن يبقى عندك من الستارتنج لاين اب بتاعك اقوى لعيبه موجوده في افريقيا داخل القاره، ده اتفق جدا في المقوله دي. لكن انت فرقه الزمالك ساسي مشي منها، مصطفى محمد مشي منها، طب البدائل ايه؟ ما عندكش اللعيبه طبعا، غير في حته اللي هي الحته الاداريه، فكره اللعيبه اللي ما جددتش، كل دي عوامل. المنافسين اللي بتنافسهم في الدوري اهلي بيراميدز، الاثنين كسكواد اقوى منك. على اللونج تيرم انت هتعاني. نادي الزمالك انا شايف ان، وقلتها قبل كده، ان فريرا في شويه حاجات جوه الجيم انا شايف ان الراجل ايجابيه جدا. يعني فكره اتفرج كده على اهداف نادي الزمالك مع فريرا، او حتى هجمات نادي الزمالك مع فريرا، بعيد عن الرقم انا بتكلم على العين، اتفرج وانت قاعد بتتفرج فريق نادي الزمالك في تحسن، في ان انت بقى في تنوع عندك في الاهداف، ان انت ابتدى يبقى، شفنا مثلا زيزو امام عاشور هدفين خارج ال 18، امام عاشور بيعمل التكمله بتاعت ال مركز 8 بشكل كويس، شفنا عرضية مثلا هدف سيف الجزيري. انا شايف ده، شايف ان برضو فكره ان ميراث كارتيرون كنت بتلعب هاي بريشر ومساحات كبيره جدا، المساحات ابتدت تضيق وابتدى ان ده اشوفه، كل ده عظيم، لكن في اخطاء موجوده كبيره جدا. هاجي لك عليها تاني. انا بدات بقى بجوهري ليه زمالك عشان اجي لك انت في انبي. انبي النهارده عشان ياخد حقه كاملا عمل مباراه تكتيكيه رائعه جدا، مستوى اللاعبين كان رائع جدا، وكابتن حلمي طولان، وانا عملت مداخلاتي مع علي فوزي والكابتن عبد الناصر محمد، قالوا لي احنا بنحفظ من اسبوع كابتن حلمي طولان ماسكنا سنتي سنتي بيحفظ، يعني او كابتن عبد الناصر حتى قال لي احنا حفظنا لعيبه الزمالك وتحركات لعيبه الزمالك اكتر ما حافظين انبي كمان. صحيح. فواضح النهارده انه كان في تحضير جيد جدا للمباراه واتطبق بشكل عملي. اتطبق ازاي؟ انا اتفرجت النهارده على 3-5-2 بتاعت زمان. ايوه بتاعت التسعينات دي اللي كلها جبهات، وينج باك ناحيه الشمال جنبه هاف، فاكر النادي الاهلي كده الجوزيه، لا قبل كمان 3-5-2 بتاعت الالمان تشوبل وهولمان طبعا، لما كملها محمد عمارة وياسر يلعبوا جنب بعض، ياسر عين ومجدي طلبه، طارق السيد في الزمالك في كابرال بالظبط كده. دي وينج باك وميدفيلدر، وراهم سنتر باك كان مثلا محمد يوسف او اي حد، اي سنتر باك يعني. جابها فيها ثلاثه، جابها بتهاجم وجابها بتدافع. مصطفى شلبي الراجل اللعيب الكبير الحقيقه، اكتشاف واحد يعني، كابتن حلمي طولان برضه ياخد الكريدت في العين اللي بيجيب اللعيبه الصغيره. صح. الراجل راضي ده اللي اتغير النهارده، مؤمن راضي اللي اتغير النهارده جاي من بترول اسيوط، كان بيلعب هاف ناحيه اليمين جاي من بترول، ولا كان حد يسمع عنه ولا يعرفه. وقص على ذلك بقى، خد لعيبه ناشئين كتير جدا، لعيبه من مدرسه الكوره في انبي بيروحوا اعارات لانديه ثانيه في الدوري الممتاز او في الدرجه الاولى، بيرجعوا جاهزين وبيلعبوا. ودي
بقدر ما ياخد فيها كريدت كابتن حلمي تاخد فيها اداره انبي الكريدت، لان دي مستمره طول الوقت اللي موجود كابتن حلمي او غير كابتن حلمي هو بيطبق سياسه النادي. مزبوط. فهنا في سياسه عامه بيجي مدير فني ليه توجهه وجهه نظره وكل حاجه، ولكن في نفس الاطار اللي اداره النادي حاطاه. حصل انتخابات قريب في انبي الاداره اتغيرت، كله بيطبق نفس الحاجه لان هي جايه علشان نقدر نصرف نعيش، نقدر نعيش في الدوري الممتاز في ظل الفلوس دي. صح. فالراجل حفظ لعيبته، لعب على ثغرات الزمالك بقدر ما ناحيه اليمين في الزمالك قويه جدا هجوميا، هي ضعيفه جدا دفاعيا، فهو هيدافع طول الوقت على زيزو بالثلاث لاعبين، وهيهاجم حمزه المثلوسي طول الوقت بنفس الثلاث لاعبين، فبالتالي انت محتاج شق بدني مهم. محتاج ان اللاعبين دي تأدي طول الوقت بنفس الطريقه، ومحتاج ان السنتر باك بتاعي لما هاجم او اوصل لمنطقه معينه من ملعب التلت الاخير طبعا السنتر باك بتاعي اللي هو الليفت مش هيروح معايا الاخر. فهنا مصطفى شلبي اللي هو اصلا جناح وكان بس بيلعب النهارده مع ابوكا في مركز المهاجم هو اللي هيبدا يتحرك يروح يبقى هو الجناح، مش يجيبوا فرقه الزمالك. ودي وضحت قوي في الجول الاولاني لما فرقه امبي خدت فرقه الزمالك كلها ورحلوهم كلهم. مش فرقه امبي ده هو شلبي بس يعني، بس في النهايه لعيبه الزمالك يعني عشان مش للدرجه يعني. فلعيبه الزمالك كلهم راحوا، فحصلت الثغرات والمسافات. علي فوزي الوينج باك اللي مكمل بقى وينج باك اللي هو اصلا باك رايت ومركزه متغير النهارده يلعب وينج باك، موجود فين؟ موجود في مركز سترايكر، مش هقول لك حتى مركز الجناح، راجل موجود جوه 18 وشايف كويس قوي وبياخد الكوره واقف عشان لو عدت من ابوكا يعني اللي هو الحقيقه مهاجم كبير لو عدت منه يبقى لقيها علي فوزي ويفنش زي احسن فرود او احسن جناح الحقيقه. رائع. فده يقول لك هو لما الكره جات له ما تخضش يعني، هو في التمرين اتعرض للموقف ده مره واثنين وثلاثه وعشرة. صح. ما كابتن عبد الناصر بيقول لك احنا بنحفظ بقالنا اسبوع. فاحنا ده واضح، ده واضح في مستوى اللاعبين النهارده المواقف يعني. امبي النهارده مسجل هدفين ومضيع زيهم، كلها مواقف متكرره. صح. هدفين وملغي له هدفين ومضيع كمان مثلا هدفين نتيجه استهتار شويه في اللمسه الاخيره، كلها مواقف متكرره، مواقف شبه بعضها يعني. بتاعت ابوكا اللي اتلغت زي بتاعت ديلو بيتر اتلغى زي بتاعت مصطفى شلبي اللي رقص زياده عن اللزوم وضيعها، ثلاثه تيبيكال بعض. الراجل بيلعب في المساحه اللي بين السنتر لا واللي هي ابو جبل طلع لعبها برجله، انا مش فاهم هو لعبها برجله وهي نفس الكوره برضه تلعب ديلو بيتر. ديلو بيتر في ظهرهم برضه استغلالا للمساحه اللي بين السنتر باكين. الزمالك عنده مشكله؟ اه طبعا الزمالك عنده مشكله، ولكن عشان ما نجورش على الحته دي نخلينا في ام بي يعني. وهي الزمالك مميز جدا في العرضيات. صح. فانا مش هقدر انا كفريق امبي لو فتحت قوي عملت ستريتش عشان اوقف عرضيات واطراف الزمالك هيبقى عندي مشكله في العمق. العرضيات هتلعب ليه؟ لان كواليتي احمد فتوح وكواليتي زيزو وكواليتي بن شرقي وكواليتي الباك رايت ان كان هو حازم او حمزه المثلوسي او ان كان الناس بيلعبوا عرضيات، ما هو ربنا يعرفه بالعقل برضو. انت مش هتقدر انك توافق الكواليتي ده وتوقف عرضياته. فالحل ايه؟ العب يا سيدي العرضيه وانا هستناها. النهارده انا يعني هقول لك الزمالك لعب كام عرضيه، هاخر رقم بس شويه، بس انت هتحس تقعد تفتكر كده تسرح، هو كان في فرصه للزمالك النهارده؟ هو كان في عرضيه؟ مش هتفتكر، تقول الزمالك اصلا ما لعبش عرضيات. لازم كره عمر السعيد في الشوط الاول وبعديها الكره اللي في القايم، الكره اللي في القايم. انا بتكلم على الحاجات بقى اللي من العرضيه اللي هو اللعب الطبيعي بتاع الزمالك. ما هو الزمالك بيعمل ايه؟ زيزو حل مهم جدا طبعا. الكرات العرضيه والاختراقات والدريبلنج بتاع بن شرقي دي اغلب الافكار اللي الزمالك بيقدمها. على كلامك انه لما نزل سيف الجزيري جنب عمر السعيد مختلف مع معاك مع فيريرا الوضع اتغير شويه بس بتكلم على الميراث القديم بس استند اهم ناس لما نزل سيف الجزيري عشان يلعب جنب عمر السعيد تقريبا الزمالك ما وصلتلوش عرضيات كتير يعني. دي مشكلتها حاجه برده. فانت هتقول ايه؟ الزمالك ما لعبش عرضيات. هتقول الزمالك ما لعبش عرضيات، حاجه اقول لك لا والله، هو الزمالك لعب النهارده 34 عرضيه. ده رقم كبير اصلا. الافرج بتاع الزمالك 26 27 عرضيه في الجيم. النهارده الزمالك عامل اباف افرج ب 8 عرضيات بس ما وصلوش يعني. ولو وصلوا الزمالك 11 من 4 صح 11 من 34 يعني بنسبه 32% 31% نسبه كويسه على فكره، عدد صح كويسة جدا. ولكن ما هي الكره لما بتروح تخبط في عمر السعيد او عمر السعيد بينط وتلمس دماغه هي دي عرضيه صحيحه على فكره. هنا بقى الرقم لازم ابص ورا الرقم، انا عملت ايه؟ طب انا خدت الاولانيه فوق راحت منها محاوله؟ ما راحتش محاوله لانه اصلا مش مرتاح، هو يا دوب بيعافر عشان يطلع من وسط ثلاثه من لعيبه امبي يلمسها. طب لمسها وطلعت وخدنا الاولانيه، حد عنده فرصه ياخد الثانيه غير مدافعين امبي؟ مفيش اصلا. الثانيه هنا مسؤوليه مين؟ واحد زي اوباما اللي بيلعب تحت المهاجم او حالي او الجناح العكسي. والحقيقه سواء بن شرقي او اوباما او حتى لما نزل الجزيري وطريقه اللعب اتغيرت ونزل الولد الصغير اللي هو لاعب جناح شمال نيمار يعني 10 يعني. طيب انا هنا يعني. انا هنا يا جوهري دايما لما بنيجي نلوم على الفرق الكبيره الزمالك واهلي ونقول ان هم عملوا مباراه مش كويسه، احيانا بننسى ان الفرق اللي قدامك ممكن تكون لعبت مباراه احسن منك، مش انت شرط تكون انت اللي كنت سيء قوي، ممكن كان اللي قدامك قدر يقفل على المفاتيح. يعني النهارده زيزو مش موجود، اشرف بن شرقي مش موجود، ما هو ده شغل مدير فني للخصم المنافس اللي قدامك ان قدر يقفل على مفاتيحك بشكل كويس. التو فاكتورز موجودين يا كريم. فكره ان امبي وزي ما اتفقنا ان هو الكريدت لي ونجيب شرحها باستفاضه وهزود بس حته بقى على فكره
هو مش كابتن حلمي طولان ولا زي ما كابتن عبد الناصر اتكلم. لا هو مش كابتن حلمي، معلش كابتن علاء عبد العال بيعاني تحت، صح كده؟ مع فرقه ايسترن كومباني. اي محلل اداء، مش هكلم في مدير فني، اي محلل اداء وهو قاعد بيتفرج على فرقه الزمالك، انا هعمل حاجه من الاثنين، يا بكره طوليه او قطريه هلعب في ظهر محمود علاء او المثلوثي، وده اتكرر في مباراه بيراميدز، وده اتكرر في مباراه المصري، واتكرر في مباراه ايستر فاركو. انا ما بعملش حاجه غير ان بلف، انا هستلم هلف هعملها في ظهر المثلوثي. طيب هل ده لما بيتكرر كتير زي ما الايجابيات بتتكرر كتير يبقى ده شغل مدرب؟ انا فيريرا عمري ما اقدر اشيله شيله مش بتاعته عشان نبقى واضحين. وفيريرا قبل ما يجي لو تفتكر انا كنت معاك هنا كريم واتكلمنا ان الراجل ده احنا بنتكلم على ليفل تاني خالص. طيب بس لازم الومه بقى ان انت مصمم على حاجتين، على منظومه لعب وهي فيها ايجابيات وعلى افراد. طيب انت كواليتي الافراد انت معذور فيه، في لعيب وحش عندي او مش في مستواه او هو في ديفو، طب ما انا لازم هلعب بالتاني، ما هو لعل وعسى حتى لو التاني اوحش اديله يعني. ده حتى بيقولوها ايه فكره ان انا لازم اغير بقى. انت بتتكلم يعني على حمزه المسلوسي وحازم امام، ما هو ممكن يكون في الكواليس. لا مش هو بس، محمود علاء ومحمد. طب انا هقول لك على حاجه، انا مثلا عبد الغني كان بيمر بفتره فراغ كبيره قوي 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 الفتره اللي فاتت. انا كنت بشوف ان عبد الغني كنت موسم فيه خير فتره كبيره جدا، وبعدين حصل له دروب، حسيت ان يمكن عمل ران كويسه قوي السنه اللي فاتت مع كارتيرون، اللي هي الفتره اللي كسب فيها الزمالك الدوري. عبد الغني نجيب ابتدى يشتغل كويس جدا 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 الفتره اللي فاتت مع فيريرا، وكان هو اللي بيلعب. فجاه محمود علاء بقى موجود في مباراه ايسترن، الهدف من نفس الحته، بعديها لعب محمود علاء مباراه النهارده. طب انت ليه عبد الغني ما رجعتوش يلعب بقى؟ بعدين الونش، طيب ما انا ممكن العب في حته تانية برضو انا بشوفها، ان انت الاثنين بطاء قوي اللي هو محمود علاء والمثلوثي. الونش عنده سرعات، ما ينفعش ان انا العب بقى محمود علاء، انا عارف ان عدله الونش ناحيه الشمال، ما لعبش الاثنين بقى، لان انت في اي فرقه هتلعبك هتلعب على ده. الدوري المصري يا كريم من واحنا صغيرين بنتفرج عليه، اي فرقه بتلعب اهلي والزمالك انا هستلم هلف هلعب الطويله وهل عندي السرعات، وانا ونصيبي هعرف اخد نقطه او هاخد الثلاث نقط. هي انا اسف كمل. لا انا فضل. انا اصل انت قلت جمله مهمه، معلش انا عايز اناقشك فيها بتاعت بعد اذنك يا كريم فضل. يعني الدوري الزمالك بطل الدوري يعني، او الزمالك كان واخد دوري، احنا بنتكلم عن فريق بطل دوري الى الان، هو الزمالك هو بطل الدوري حامل اللقب صح. بس هو الزمالك عايز ايه من الموسم ده؟ يعني فريرا جاي ايه الهدف الاساسي لجوزفالدو فريرا وهو جاي؟ انا بالنسبه لي واضح، ياخد الدوري وينافس عليه، يبقى اللي هو بيعمله ده منطقي، انه لازم هم ال11 وهي نفس الافكار، واشتغل على التمرين ما بين كل الماتشات عشان احسن المستوى. ما حدش بينافس على الدوري من غير تشكيل ثابت بالمناسبه يعني. طب انا عايز ايه؟ انا جاي افلتر الفرقه واصفيها واتخطى الموسم الاستثنائي اللي فيه ايقاف عن القيد وفي مشاهين اجانب، وان انا ما جبتش حد بنفس المستوى او لعيبه كبار زي مصطفى محمد حتى، وما جبتش حد في نفس المستوى. هو ايه الهدف المعلن؟ يعني الراجل ده امتى اقول له شكرا انت اديت اللي عليك وحققت الهدف، وامتى اقول له متشكرين امشي لانك ما عملتش حاجه؟ انا مش شايف، انا مع كامل احترامي، بس مفيش هدف معلن واضح. لا هو اكيد الهدف دوري، فيريرا جاي الزمالك دلوقتي في الوقت ده عشان ياخد دوري. هل الزمالك الحالي ينفع ياخد دوري؟ هو معلش انت ممكن تقول مثلا ايه انه فيريرا بيتكلم بجد ولا بنهزر؟ ما هو بجد، اصل ده مستحيل. سكواد فرقه هتقولي السنه اللي فاتت كانت ظروف استثنائيه بحاله معينه، مع احترامي ومش عايز حد من جمهور الزمالك يزعل مني، ما هو انا لو حطيت راسي في الرمل زي النعام يبقى انا كده انا بهزر. فرقه نادي الزمالك ما تكسبش دوري يا كريم. النادي الاهلي عنده ثلاث فرق بره يا كريم، ثلاث فرق يعني خرج الاصابات، عنده ثلاث فرق. بيراميدز عنده فرقتين. هناقشك بس، هو دلوقتي ممكن تشوف انه الفرقه الحاليه نادي الزمالك ما تاخدش دوري، بس مؤكد ان اداره نادي الزمالك وهي بتجيب فيريرا هي عايز تاخد الدوري. طيب عشان انا اعمل روتيشن او زي ما انا جيب اتكلم، هل انا مش مستني من فيريرا دوري؟ طب انا مستني منه ايه؟ ما انا اصلا ما عنديش مجموعه لاعبين كتيره بجرب منهم، هم دول اللي موجودين. فانا عايز منك ايه؟ انا عايزك تاخد دوري بالمجموعه اللي موجوده دي. تمام. لو في بقى عدد كبير من اللاعبين ثلاث فرق ولا حاجه، هقول ايه؟ هسيبه بقى يخليهم ينسجموا، هسيبه يختار العناصر الافضل، فمش لازم ناخد الدوري السنه دي. لكن هو جاي ويقول لك ان كارتيرون كمل، لو انت مش ناوي تاخد الدوري وعندك عناصر ناقصه كان كارتيرون كمل. انا ما عنديش مشكله في دي، انا عندي بقى مشكله ثانيه. ده هنا مش روتيشن، انا اللي بطلب بيه مش روتيشن. انت عندك عنصر في مشكله فلازم اشيله واحط عنصر تاني
يمكن اراهن بالظبط كده. يعني انا بكلمك بقى في ايه ابجديات، يعني حاجه بسيطه جدا. حمزه المسلوسي نجيب، انت لو بتحلل اي بتحلل نادي الزمالك وانت محلل اداء مع اي فرقه هتشتغل على نادي الزمالك ازاي؟ هو الثغره الكبيره في الزمالك ورا الباك رايت ايا كان هو، أيا كان الاسم يعني، ايا كان الاسم. طب انا ليه ما جربش مثلا لعيب زي عبد الغني وده سببه ان السنتر باك اللي جنبه ضعيف؟ ما ادري انا بتكلم فيها بقى. يعني هو هنا برضو يعني انا مش عايز احمل المسؤوليه حازم لوحده او حمزه لوحده، بس هو اصلا السنتر باك ضعيف وزيزو مع الوقت ما بقاش الجناح اللي مهتم بانه يقدم المسانده الدفاعيه الكبيره. هو زيزو هو الحل الوحيد للهجوم، بس هو الراجل معدلها لك برضو في حته. ما هو بن شرقي برضو ما بقاش يعمل مع ان بن شرقي اول لما جه اول موسم ليه كان احسن جناح في استرجاع الفور في النص ملعب مظبوط في الثلث الاوسط مظبوط. انا بكلمك بقى في نقطه ثانيه يا كريم، الراجل غير الطريقه اللي الزمالك كان ميراث كتير جدا سنين طويله 3 4 سنين انا بلعب 4 2 3 1 ارجعها لك بان انا عندي 2 دبل 8 موجودين مع الراجل نمره 6، واحد بيكفر هنا على الباك رايت واحد بيكفر هنا على الباك ليفت اللي هي دور امام عاشور اوباما رؤى اسلام جابر ايا كان مين اللي بيلعب. فانت في المجمل الراجل عامل لك التوليفه، دي مراكز مترقعه بقى، دي مش مراكز اساسيه، خد بالك. ما فبيعانوا قوي عشان يقدموا الدور ده في ملعب فيقدروا يقدموا ماتش 2 الثالث ذهنيا بيكونوا، عشان كده انا قلت الجمله بقى بيكونوا خلاص بقى ان انت المباراه النهارده كبير ذهني، مباراه النهارده دي هتتكرر ثاني يا كريم وهتفتكر يعني مش ان الزمالك هيفضل النسق يا نجيب عامل كده، لا خالص، لا هيجي ثاني هيفاجئك بقى. ماتش طلائع الجيش ترى حامد تراكم انذارات، انت هتشوف سيرك في نص الملعب، يعني هتشوف مهزله في الحته دي. ليه بقى؟ غياب طارق الوحيد، مش الوحيد بس طارق مركز مهم جدا. لا هو ما فيش سته في الزمالك، ما فيش سته اصلا، ما انا جاي لك اهو، ما فيش سته غير ان طارق نفسه مع الوقت والمشاكل بتاع تجديد التعاقد والاصابات، يعني احنا شفناش طارق بيتعور من زمان، بدا يتعور الموسم ده برده، يعني كتر خير الدنيا يعني كتر خير الدنيا. فبدا طارق نفسه حتى وهو في الملعب يقدم مستويات قليله، فيبقى الزمالك عنده مشاكل في الحته دي، ما بالك كمان مع غيابه ومع فريق الحقيقه مميز قوي على اللعب على ثغرات الخصوم، وشفنا شكله قدام الاهلي بالمناسبه احسن رن في الدوري لغايه دلوقتي. بنك طلائع الجيش بقاله 10 مباريات لم يهزم منذ هزيمته من الجونه في شهر فبراير اللي فات او شهر يناير اللي فات، لم يهزم من وقتها، فده احسن رن في الدوري. فريق بيدرس منافسين كويس، فريق بيغير طريقه اللعب على قدر المنافس ومستواه، مفاتيحه متنوعه الحقيقه، وشفناه قدام النادي الاهلي عمل ايه طلائع الجيش. صحيح. فيعني هو الزمالك هيبقى عنده مشكله الفتره اللي جايه، بس احنا قلنا الزمالك هيبقى عنده مشكله قدام فيوتشر وقدر يكسب فيوتشر، قلنا الزمالك هيبقى عنده مشكله قدام بيراميدز وقدر يكسب بيراميدز. ما هو برده فيريرا من المدربين اللي بيعرفوا يتعاملوا مع الامور الصعبه والظروف الصعبه. انا اعتقد ان فيريرا النهارده اتفاجئ، يعني كابتن حلمي كان محضر كويس، فيريرا اتفاجئ. فيريرا اتفاجئ اولا كان في ضغط كبير جدا على نص الملعب ودفاع نادي الزمالك من الدقيقه الاولى من كابتن حلمي طولان، وانا اتصور ان فيريرا كان نازل المباراه النهارده وهو بيفكر ازاي هيفك الدفاع بتاع امبي، مش العكس يعني، دي حقيقه ده تصوري. طيب نجيب، عايز اخدك لنقطه ملعب نهائي دوري ابطال افريقيا، ايه رايك في الحكايه دي؟ مهزله متكامله الاركان، مش كده سبت لك الراي الحر من غير مهزله متكامله الاركان الحقيقه. يعني مجامله فجه للوداد، محاوله مرادات الوداد في الكاف قائمه منذ هزيمتهم الغريبه قدام الترجي من 3 سنين في النهائي اللي برضه شاهد جدل كبير، ومحاوله ان احنا نرجع الامور للوداد. 2020 ما ظبطتش، 2021 هم فاجئوا العالم كله، خرجوا من كايزر تشيفز في ملعبهم وما ظبطتش برضه، كان نهائي في المغرب، والسنه دي بقى هم بكل حاجه بيحاولوا يظبطوها. الاهلي يجب عليه انه يقف قدام المهزله دي، واتحاد الكره المصري طبعا، لان في النهايه انت تحت مظله الاتحاد المصري، لازم تحط اشتراطات. أيوة. بدون تحقيق الاشتراطات دي انا مش هلعب المباراه. مش هلعب؟ الاهلي مش صغير، بس ما مش هلعب دي خطيره، ارفض لعب المباراه لحد ما يعني ما تحقق الاشتراطات، اصل الاشتراطات كلها منطقيه ومن حقك. افرض الكاف قال لك اعتبر ده انسحاب، ما يضحيش بالاهلي وما يخسرش بطولته. ضحى بالاهلي قبل كده في التسعينات؟ لا الاهلي ما انسحبش قبل المباراه، الاهلي اعلن عدم مشاركته في البطولات الافريقيه بعد هزيمه في السوبر. انا مش هستنى اتغلب عشان ابدا اعترض، انا هبدا اعترض من الاول. انا بعترض، بطلب حق، يعني انا مش بطالب بحاجه مش من حقي. يعني دلوقتي يقال ان المغرب ارض محايده في المباراه دي، طب اذا ما هي من ارض محايده من حقي ان انا مناصفه المدرجات. صح كده، الطلبات اللي انا هو قرار اصلا متاخد على منصه النهارده طلعت قال ما لم لا ما فيش استثناء، في جمله في الاخر بقى، استثناء ده حلو، في جمله في الاخر بقى قال لك اللجنه التنفيذيه اصدرت توصيه لجنه المسابقات بمناصفه التذاكر او المدرجات مع قبل المباراه مباشره طرح التذاكر الباقيه، لو في نادي ما خلصش تذاكره طرح الباقيه للبيع للجمهور الثاني. بالظبط،
خلاص نظام في المغرب نظام تذاكر الكترونيه ما فيش تذاكر ورقيه اصلا. طب احنا مش في المغرب ومش هنقدر نشتري التذاكر الالكترونيه زي ما بيعملوا، فيجب ان الكوتا كوتة التذاكر اللي هم نص الملعب حوالي 23 او 22 الف تذكره تيجي كورق ورقيه تتسلم للكاف وتسلم للنادي الاهلي، والنادي الاهلي يبيعها او يوزعها بمعرفته لجمهوره هنا في القاهره. فدي نمره واحد. التخوف الاساسي من التحكيم، انت افضل حكمين في القاره حشرتهم حشر كده في السيمي فاينال ماتشين الوداد، مصطفى غربال خد الذهاب وفيكتور جوميز واخد العوده بعد بكره. طب مين قال ان افضل حكمين في القاره يحكموا النادي واحد السيمي فاينال بتاعه الاثنين؟ فانت اذا يعني قد تصطدم بحكم اقل كفاءه، مش عايز اقول ضعيف بس هو اقل كفاءه، وخلينا ماشيها اقل كفاءه عشان يبقى التاثير عليه من الجمهور او من الاعتراضات او من المغرب او الى اخره سهل في الملعب. سالت امبارح الكابتن جلال جريشه قلت له ممكن الاهلي يطلب ان حكام الفار يبقوا اوروبيين زي تصفيات كاس العالم تصفيات افريقيا كاس العالم، قال لي هو يعني في الحق يعني ممكن يطلب عادي، بس قال لي مستحيل الكاف يوافق. بس لما انت تيجي تحكم لفار وانت عارف ان مش راضي عنك وطالب اوروبيين والعين كلها عليك هتهدى شويه. تقصد الضغط يعني؟ ضغط بالظبط. ما هو الطلبات دي لو ما اتحققتش بس الضغط هيجيب نتيجه. طيب فانت موضوع الحكام ده مهم جدا. الجماهير دعم بقى، دعم سفر الجماهير. ايوه محاوله التواصل مع السفاره المغربيه في القاهره. برافو عليك. تاشيرات اسرع، التاشيرات يا اما تكون اسرع يا اما تقليل الاوراق المطلوبه. صحيح. يا اما انها في بعض الدول بتفتح تاشيره استثنائيه اسمها تظاهره رياضيه. تاشيره استثنائيه بس عشان خاطر الثلاث اربع ايام بتوع المباراه، يعني الناس يروحوا فيهم يتفرجوا على الماتش ويرجعوا اليوم اللي بعده، او ان الفيزا تبقى عند الوصول في المملكه المغربيه. فيجب ان اداره الاهلي او اتحاد الكره تدخل مع السفاره المغربيه في بعض التيسيرات، يبقى في دعم للرحلات كمان للجماهير ودعم الرحلات. طيب انا عايز اسال رايك يا جوهر على طول قبل ما اختم، رايك في الموضوع ده ايه؟ بص انا شايف ان لا بص يا راجل، جوهري كان ليه راي مهم جدا. لا قوله يا جوهر. لا انا خالص. سمعت جوهري قبل كده اصلا. بص يا كريم انا وجهه نظري يعني اولا نرجع بقى، انا فكره انا مع مختلف مع نجيب في كذا حاجه. اول حاجه مفيش حاجه اسمها ان انا انسحب، انا بتكلم بتكلم دلوقتي على فرقه مصريه. لا انا معاك انا مش حاسس ان انا رافض الانسحاب. في فرق ما بين رأي ان الاهلي ياخد موقف قوي جدا. بالظبط اخد موقف. طيب انا عايز زي ما نجيب قال فكره ظريفه جدا ان النص يبقى فعلا تتطبق. صح. يعني هم قالوا النص بس ما نلعبش بقى ايه يبقى فيها كلام وان انت تخش لي من حته ثانيه. فعشان يبقى لو كده. لو ليك النص ودخلت لقيت مدرجات مليانه مغرب انا بقول لك بس هو ده بيقول لك ان انا يبقى بالظبط كده يبقى الموضوع حاسم. لا هي ال 23000 المشجعين الاهلي 23 مين للوداد. طيب انا عندي مشكله اصلا من الاول، انا ماليش دعوه مين اللي هيلعب نهائي. عندي مشكله ان الموضوع بسيط جدا، انت قررت ان يتلعب المباراه ده من وقت الاهلي والزمالك اللي هي لما قرروا ونهائي القرن 2020. انت كل سنه بتسيبها للاخر عايز تعمل ايه؟ يعني انا ماليش دعوه باهلي ولا وداد. انا هتكلم كمان لو الزمالك موجود، بيراميدز موجود، اي فرقه مصريه موجوده. الوقت اللي اعلن فيه الكاف انك تخش تترشح انك تستضيف النهائي الاهلي والزمالك كانوا موجودين. ما انا جاي لك احنا جايين بقى في دي. احنا بنتكلم ان في جزء غلط على الكاف طبعا، الفكره ان انت سايبها عايمه سايبها للاخر. بالظبط كده. الجزء الثاني اللي هو بقى بتكلم فيه مع احترامي انا بتكلم على الحاله اللي هي موجوده اللي هو النادي الاهلي هو اللي مكمل في البطوله. النادي الاهلي كان لازم ينسق مع اتحاد الكوره، الخطا موجود ما بين الطرفين. كانت قال هيتفتح باب الترشح، مصر ما قدمتش اللي هي اتحاد الكوره والنادي الاهلي ما نسقش لان هو اللي كان موجود في البطوله وقتها، ما نسقش مع اتحاد الكوره انه يطلب ان تبقى الاستضافه في مصر. حتى لو الاهلي ما كانش كمل ووصل افريقيا مفيش مشكله ان انت تستضيف، يعني دي مباراه والموضوع بسيط. الملف زي ما السنه عملت بس كده يعني نقول خلاص انا مش فانا وجهه نظري حصل في الكونفدراليه في بيراميدز على فكره. والبيراميدز انا قناعاتي ان انت الاهلي كان من الاول كان لازم يطلب من اتحاد الكوره ان فبس فكره التصدير للمشهد للجمهور، لان الجمهور برضو عشان ما الجمهور يروح طالع يقول لك الاهلي ينسحب. لا ده مش صح. في نفس الوقت اداره الاهلي انا شايف ان هي اخطات مع اتحاد الكوره ان ما تقدمش الملف. بس الملخص بتاع ده كله غضب الاهلي مشروع جدا، غضب الاهلي من اللي حصل ده مشروع جدا، خطا الكاف جسيم وكارثي، والاهم من ده كله انه الاهلي يمشي في كل اجراءاته. وانا عاجبني قوي الشكل اللي ماشي بيه المحكمه الرياضيه النهارده كويس قوي. انا عاجبني وسيله الضغط مش عاجبني حاجه لا بس عاجبني التعامل الهادي بتاع الاهلي، الهادي القوي اللي هو ايه ما فيش تصريحات رنانه، ما فيش تصريحات انسحاب، ما فيش تصريحات انه انا اهم من كريم عشان ما فيش حاجه نجيب الاخر. ما فيش حد عارف يعمل حاجه كريم. الوضع هيبقى قوي عليك. اللي هتقدر تعمله ان انت تحافظ على حقوقك في موضوع التذاكر. الضغوط هتجيب لك شويه مكتسبات. هي ده الضغوط الوحيد اللي هتعرف تكسبها. نجيب شرفت ونورت. شكرا كريم حبيبي، انبسطت جدا بتواجدك معايا جوهري. شرفت ونورت كريم. أنا سعيد ان انا دايما معاك حبيبي. اشكرك شكرا جزيلا. دي نهايه حلقتنا النهارده من رقم 10. اشوفكم يا رب على الف خير.